اللي انت ما سبتش حاجة يا أخي؟ ما سبتش حاجة. هو مين اللي ما سبش حاجة يا ماما؟ يا أمين يا زفت، أنت يا أمين. وأنا كنت هقول له إيه بس يا ست تونة؟ راجل جايب عربية نقل وعمال يحول في عفش بيته، أعمل له إيه يعني؟ لا خلاص يبقى هتيجي تشهد معايا في القسم. يلا اتفضل. يعني إيه أشهد معاك؟ أنا مالي؟ أه هتشهد. لا مفيش حاجة اسمها أنا مالي. يا توك توك أقف. يلا اركبوا يا بنات، يلا اركب اركب. برضو نبقى نتفاهم بعدين. فاهم؟ نطلع يا ابني ما نشوف آخرتنا. الله ينور. بس كده الندى والرطوبة والتراب والقطط والفران هتبوظ العفش يا سيدي. انا عارف. انا جايبه هنا عشان عوامل التعرية تعري فيه حتة حتة. ايه؟ مستني في حاجة؟ حاجة ايه؟ احنا اللي عاوزين الحاجة بتاعتنا. على فاتورة المصنع يا ابو الاسطوات. طب والاكرمية بتاعت الناس؟ يا ساتر عليك. خد. اتفضل. ايه متنح ليه؟ ولعها بره عشان الدخان بيتعب صدري. يلا اتكل. هتتصل اهي. ثواني. يمكن دقيقة. Come on.